شكرا للزميل العزيز محمد خاتم ولضيوفك الكرام. أيها السيدات والسادة، طابت أوقاتكم ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة الروشنية الجميلة. في عيون الدون تبدأ وتظهر. هيا بنا إلى ساحة النصر الأول بارك. مواجهة منتظرة ومرتقبة. النصر يستضيف الخليج في الجولة 12 من دوري روشن السعودي العالمي في مهمة الزحف للقمة، مهمة الوصول إلى النقطة 28، مهمة تقليص. ويدرب الخليج، لدينا انطلاقة لماني، الكرة العرض برتغالية خالصة ما بين أليكس مفكر الآن بذات الطريقة، يتقدم للهجوم واللاعب يسجل الآن. محاولة وفرصة والتغسيرة الكروية مع يونياو ليريا في البرتغال. النصراوي محاولة، كريستيانو يستقبل الأولى والثانية. هدف الدوري حتى الآن ب 11 هدف اليوم. يتحدثون الآن، لدينا محاولة وكرة ماني. الله هذا ما يحدث عندما ترى ماني. نعم هذا ما يحدث عندما ترى ماني. أنت ترى الخطورة بعينيك إذ يأخذ كرة وخذها ويسدد ويعزف النصر لحنه. الله على هذه الأجواء الحية والجميلة. كانت الحالة صعبة لهذه الدرجة. حالة تسلل. حرك، يمرر كرة من جديد داخل يحاول في هذه اللحظة أن يضرب الآن الكرة. والهلال سابقا، وبالتالي بالنسبة لمباراة خاصة، وخطورتها ما زالت قائمة. وبالكعب لناري وعالية بدل أربع. الآن محاولة قائمة وفرصة، الكرة من حتى يحسم. هل يحسم الآن؟ الحيدري بروان ينقذ الموقف، يرسل مرة أمام الجميع وذهبت إلى ركلة. أليكس يرسل كرة، الكرة فيها، لا يعيش فترة جيدة مع إيمانويل بيدرو، لكنه الآن يبقى هامبورغ وبروسيا دورتموند وباير. الآن يقترب. مباراة مفتوحة، يلعب على الجزئيات البسيطة، هذه كانت منها. إيفو رودريغيز يسدد، تصطد، عادت خطورتها الكرة. النصر حتى هذه اللحظة، مرور الخيبري وانطلاقه، يمرر للدور وتسديداته، التمرير، التهديف. الله، هذا ما يحدث عندما ترى كريستيانو رونالدو. الدور دون نصرا، دون نصرا. صفقي يا سيدي صفقي، هكذا يأتي كريستيانو رونالدو لإسعادك وإسعاد النصر. الله، وإي والله، إي والله، هذا ما يحدث عندما ترى كريستيانو رونالدو بعينيك، عندما ترى الدون بعينيك، عندما ترى المعجزات بعينيك. إعجازي التاريخي والإعجازي والأسطوري، إي والله، إي والله. يبحث مباراة كانت في البداية قلت أنها عصيبة، لكنها الآن أكثر للأمام والمساحات، رغم أن لازال مؤازرة مع تقدم لأليكس. تيليس يتحرك ويمرر الثاني، وبالتالي هذه علامة ناجحة للسيد كاسترو. لمسة، مباراة ممتعة، وتسديدة باليسرى ذهبت من الله. الله على كرة أرسلت من